انا بسببك غبي. اسف. هما كلمتين راجل جاي. ها او لا؟ ها او لا؟ ها او لا؟ اكتر من كده ما اسمعش. ها او لا؟ هاي. ها قوي. هاي. إيه مش انت المعلم شطناوي؟ شطناوي ايه؟ انا اسمي خرباوي. انت نسيتيني ولا ايه؟ انا هو انا بقى كل واحد هقعد معاه مره هفتكره. عجبتك قوي؟ عجبتك قوي. ها امال يوسف بيه فين يعني؟ جاي. يوه ده انت رغاي قوي. رغاي؟ انا قلت جمله واحده. ايه اللي رغاي؟ وبعدين مال وشك مخطوف كده ليه؟ انا بصراحه وشي مخطوف. طب بلغته البوليس؟ يعني عرفتوا الخاطف ولا هتسيبوا وشك كده؟ انا قصدي ان انا مخدوده يا شيخه. ده انا دمي هرب وقبضت عليه. لا حلو يا الله. ايوه ده انت بقى ارغي ارغي كده لحد ما الوقت يسرقني. ولقيتوا المسروقات؟ والله يا هانم انت دمك سكر. امال فين يوسف بيه؟ جاي. جاي فين؟ جاي ده. مايا. ام هير بيب. مايا. عظيم. هاي ازيك يا معلم شطناوي؟ انا اسمي خرباوي. خرباوي. افتكرت. معلش انا بقالي فتره طويله عايش بره مصر عشان كده الكلمات بتاعتكم الصعبه انا ما بعرفهاش يعني. لا ولا يهمك. ومين الاخ؟ لا ده فرماوي. 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 ايه الاسامي الصعبه دي؟ فرماوي. بص هو لو الاسم صعب ممكن تختصره، يعني مثلا تقول له بدل فرماوي تقول له يا فرا. 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 هاي. هاي. ازيك يا مايا؟ ازيك يا بيه. عامله ايه؟ انت ليه سبقتيني يا حبيبتي؟ ايه الاخبار عندكم؟ ما بيتكلمش ليه الراجل ده؟ لا ده اخرس. اخرس. ما بقولش غير هقه ونقه. اخرس وقال ما بقولش غير هقه ونقه. لا ده من السعاده اتكلم، لما شايفك اتكلم. لا يا راجل. يعني هو اخرس ولما شافني اتكلم؟ من الفرحه. عجيب قوي، عجيب. عموما اخبار البيت ايه واخبار كل حاجه ايه؟ ايه رايك البيت اهو؟ ايه رايك فيه؟ لا صراحه البيت هايل زي ما انت بعت لي الصور بتاعته بالظبط، هو بس محتاج شويه نظافه لكن هو هايل هايل هايل. عموما الاتفاق اخباره ايه؟ انت ايه رايك يا حبيبتي؟ البيت وحش قوي. وحش ازاي؟ ده تقريبا مخزن. مخزن؟ قصدي موقف. موقف؟ المكان اللي هما بيحطوا فيه الاثريات والانتيك. قصدك متاحيف يعني. المتاحيف. متاحيف. المتحف. المتحف. اسمه المتحف. متعارف ايه؟ انتوا جايين منين؟ حضرتك احنا عايشين طول عمرنا بره، يعني انا عايش طول عمري بره، جيت لقيتها اساسا هي جايه من بره فكده يعني. المهم انت فاكر احنا اتفقنا على ايه؟ الاتفاق كان كام بقى؟ احنا اتفقنا على كام يا ده فرماوي؟ ها؟ اتفقنا على كام احنا؟ اخرس حضرتك ما بيتكلمش، انت رايح تساله؟ قول له، قول له يا عم. ده قال لي قول له. لا فرحان فرحه النهارده. سعيد بيك بسعادة غير طبيعية. فعلا عشان غايب عن مصر بقالي فترة كائنات غريبة بتظهر يعني. اوكي كام الاتفاق؟ مليون الا ربع. مليون الا ربع. حبيبتي طلعي الفلوس. 200,000 النهاردة والباقي عند التسجيل. انا جاهز بال 200,000. وانا جاهز بالعقود. اتفضل. اتفضل. ادي 200,000 جنيه، كل جنيه بيقعد يعور جنيه باين. ايه فضل. الشنطة اللي انت حاطط فيها الفلوس؟ شنطة زبالة، انا اتعلمت طبعا. عشان ما تتسرقش. عشان ما تحسدش. خد يو. ادي العقود. يا سلام، فعلا فعلا كل حاجه مظبوطه. طيب انا هدفع لك بقيه الفلوس ويبقى البيت بقى باسمي خلاص. بقى اخر حاجه امتى؟ اول ما نسجل الحاجات دي في الشهر العقاري. شهر العقاري. يبقى قابلني بقى. يلا سلام. اقابلك فين؟ في الشهر العقاري. الساعه كام بالظبط؟ ده شهر براحتك. يلا سلام عليكم. ماشي. يلا مع السلامه. مع السلامه. ها ايه رايك؟ فانتاستيك. احنا لازم بقى نبتدي في التغييرات بسرعه. حبيبتي اللي انت عايزاه انا اعمله لك على طول. بص يا بيبي انا مش عاوزه كلاسيك ده خالص، انا عاوزاه كله مودرن. العفش والديكور والالوان كله مودرن. الديكور. الديكور والالوان. ايه الرقه دي؟ يعني دي اكتر حاجه عجبتني فيكي من ساعه ما جيت مصر، ما لقيتش حد بالرقه دي. الديكور حبيبتي اللي انت عايزاه انا هعمله لك. تيجي نشوف بقيه البيت؟ طيب يلا. بصي هنا تقريبا في مطبخ وفي حمامين جوه بعض باين، وهنا هو في ثلاث اوض. تيجي نشوف الاوض؟ طب بص انت شوف الاوض وانا اشوف المطبخ. هتشوفي ايه؟
المطبخ. المطبخ. ايه الرقه دي؟ اي واحده في مصر تقول لك المطبخ، انت المطبخ. يا إيه يلا 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 روحي. يا ايه ده كوريدور كبير قوي قوي. الله 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 الله، ده المطبخ واسع قوي. هنا كمان انا شفت اوضتين، اوضتين موجودين جوه هايلين هايلين، اوضتين فظاع. بس في اوضه ثالثه كمان، المطبخ اخباره ايه؟ كبير قوي. اوكي انا هشوف الاوضه الثالثه. الله الله الله، دي اوضه كبيره جدا. شو المطبخ كبير قوي بجد، محتاج ثلاجه كبيره جدا حبيبتي. الاوضه بتطلع على الشارع، بتطلع على الجنينه اللي قدام البيت. طب استني بيبي انا جايه لك. تعالي يا حبيبتي تعالي. بصي هتلاقي باب انا فتحته اهو بيطلع على بره، اهو اهو يدخل تاني جوه البيت. ايه ده هايل، بيت فظيع وكله مخابئ وكله حاجات، جميل قوي. حبيبتي انت فين؟ انا جايه لك يا بيبي اهو. يلا حبيبتي. لا لا لا، البيت ده جميل فعلا، ودي اكبر صفقه احنا عملناها حبيبتي. ايه رايك؟ حلوه قوي. 3 ساعات تبقي في القاهره، من هنا للقاهره على طول 3 ساعات. ده غير بقى ان مفيش اي تلوث خالص. لا تلوث سمعي ولا بصري. بصري؟ ولا ميه ملوثه ولا تراب. تراب يا. ولا فساد ولا تحرش. تحرش؟ حد قرب لك يا حبيبتي؟ ما انت كنت معايا. لا دول كانوا عيال صغيره مش فاهمين. لا 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 ما بتحسبوش، دول فرحانين بقى وعيد وهي. حبيبتي التحرش من سن 18، اقل من كده ده بيبقى عيال يعني. حبيبتي البيت ده هيبقى اجمل بيت احنا عشنا فيه. بس مش عارف، بحس ساعات كده ان في حد بيطاردنا جوه البيت، في نفس كده بيبقى في قفا الواحد، يجي الواحد يبص كده فيلاقي حاجه مثلا، ويبص كده يلاقي نفس الحاجه نفس الحاجه. اقوم مثلا باصص الاقي اهو، واجي ابص الاقي اهو. يا با. يا با.